لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة تحية من عند الله تحية من أهل الجنة إلى أهل الجنة ألا وهي كما قال الله جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام علماء الدين كمضنى المروين أقول يهنذا أردي ذا شرفت له هو يوينك أبياش والدين تكسو قيب قلي حفلة دان قيمها إقاياها بذن أو إيمان تأو قبنا أيو معهد كمرواز كمبيوتر تكنولوجي إنستيتيوت إدق ماذا حمر وينه وأي كقلن جبنا يان أردي ترو دنتها يصدون أردي أو أهد فعدي لحية لباتن لبكون إلى بات إلا وإلا لبكون لا تصدح أو أي هل كان حاضرين كويهين قبدي ولا لسوجرة ولا ليال سأوك سنتهين معهد كمرواز وحو تاريخ وين وكل يهاي سوماليا قارهان دق ماذا حمر وينه وحو أها معهد وهرئي إلغا هيرغليو برشادة تكنولوجية دا أما كمبيوتر كا وحانا لا أساسي لابكون سنة كماركو أها كوذا بيشكوات لابدوكون وادرامي كرتان إن مجا بذن أي كسو وريغتي وحاكاف لحي أردي آدو تير بذن وقاركوذا أي نقدين وزيرو قاركوذا قاسميال قاركوذا إيهين شقالة دولدهد قاركود شركتها وعنسن الصومالية أي كشقيان وأفلحان إن شاء الله تعالى قاركمت مضنيا شاس أو كاف لحي أو مانت إله سبحانه وتعالى درجوين سرسر نسيي أو نغلق قادن دونو إذي كان لين كوارك دون إن شاء الله برنامج مركي لفورا يوحاكو ونكزن إلو فرفرتو آية ذا قرآن قرآن كريم يا الله سبحانه وتعالى وكسود جينا محمد صلى الله عليه وسلم وحانا ينوفر دون تايدا قرانك الطالبة القارئة أستاذة
ريان عبد القادر سيد إبراهيم فلتتفضلي مشكورة مأجورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم وشرح الله صدرك وبارك الله فيك تاسوحي هي طالبة ريان عبد القادر سي إبراهيم وقرآن كي نوغو فرتي هاتنا إن شاء الله تعالى وحان صدوين دونا لبا أردي سي وناك سهلو صدوينو أو إنو قاد دونا أنا شيد أو نبي أمان إن شاء الله روضة عبد القادر سيدو يا ربيعة عبد القادر سيدو فتتفضل مشكورة مأجورة الصدو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله يا خير خلق الله يا رسول الله يا خير خلق الله يا حبيب الله أنت الحبيب أنت الطبيب أنت الشفيع للمؤمنين نور الهدى نقضي الحياة أتيت رحمة للعالمين صلوا عليه صلوا
صلوا على نبينا من ينصلى المصطفى رب اصطفى هو سيد المرسلين خير أنامس كل ختام أحمد الصادق الأمين صلوا عليه صلوا عليه صلوا على نبينا من ينصلى melanti pada suwi mata kuwari yowar kematamacon bakul bakupan thay kolobta in lagasifeyo uhinirna oo dikillahi sasusiyo ilmi l-iskuboryo waxan sondumiduna al-ustad al-sheikh ma'alim Hassan Ahmed Noor falitifadar mashkura ma'jura bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alameen ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام وحن أمه دعليننا تبا الله تبارك وتعالى نقل لك ذات مسلمين أهنو قرتي إنا أهنو ذات مسلم الله قرني تبارك وتعالى وحن أمه دعليننا يا معهد كمرواس إيمان تأرضي كمدة أرضي سوء قبنا يا حفلت قيمين أما تقييم أما وناجين أين وأنا مهد علني يا مام الكودة إم علمين تودة إم مام إم حنكرة أرضي كل بو مهد علني يا ولا ليال سيد أستاذ كشيخ بهدي من لسوي ما ذو كلمة إن لس حصوصي لقى مارمان ويان وحن هذا كهالينا أفردنا حفلت لوگ هلا یا تکنولوژی ده اما علمی که علوم تن مانتا تغنید هنوز و کارتی دیابت ده ده ایفاده ده انت به اصلاح صعدان سان کور هاینو مانتا وحنا آد لوگو مرگانسیه لوگو مرنسیه لوگو ده حجرا لوگو ترح تگی وحی تکنولوژی ده این وای حین و سید ده و اعلام که خیب کمد آه وحین لیهین فائدة يا خسارة أنت ويليهم هذا عكرت وقت فرق بدن إنه كاجل وما وحنا هذا كفائدين وهذا عكرت إنه وحير استعماله وحبدن نأت كفائده وحيك حيران تهد بس سدي هذا على استعماله ما هذا التكنولوجيا ما هايده مد في عنا أم الله ما ليه كره حنا الله ما ليه كره وحلا قد يكتون بيك حيران ته إنسان أنا قام واستعماله مكروف كان هذا خير بنس وشيء هنا ميوزيك أو شيء كنا واحد كنا استعماله كنا استيق معناها مادة أسي واحد مك مكيني لكن واحد حكيني وحون وعن استعمالين وعلى مرك كمسلم كجودهان وما دينه تكنولوجيا ما أنت سيد أنا جا نفهمني السيد العالم كي تهاي يدك يسوع صارتي دنت أكل هاين أدب وكل دوانته بمجرد أنو حنو فهمني إن النهاية أن ضدكم مشغول صن تم كذا وقت جودي إنه كله ميان لكن أنا أقول في هذه السنة صحدا ما تردن وحذرك يسوي لنا رأى قبل ده كوتشران جيم بالديلي سو جيم ملعيارة ما تن جيم كسودا ما تن ويجا مشغول سينه سادة كتا دافيس وقت باكو دافاي دقيقة داس كل دافتي وآذن وحب في هذه السنين وحساب كهجو أن ماينس عمري قال كهجو أن ويان إنه كحساب سنت بالجا الدنيا وأنا كنت ألقى شيء إنه كذا بيسمان المنتهين يوم الله ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والويد والويدين دونا تكنولوجيا تذكره لوديه ماي هذا بالماء هل وديه ماي دقاليا ماء هل وديه ماي شيخ ماء هل وديه ماي وحلو فيرن عمل كالله تمام نبينا عليه الصلاة والسلام مركو نوتر دارمي وحيري أو نوت المامي قفك وحقرتك وقف نفتي سي حسابين تو أدون كان جوغو ما بعد الموت حسابتك درسته ما كان ديمته أو نفت الغاق هذا واحد ننوى صدمانة لبسنتهي عقب الله ذهي وإن دعديني سا وذيك الوعي للأيه لكن ساعدي نفتك هذا على حالك هذا محونقون أولا محور نقوان يا حالك هذا كو حسابتا
أنك أو فرحت ربا إن أموجيو قلنا التكنولوجيا ده هذا وحكة برانيو التكنولوجيا ده هذا أن أنا جو برانو أما أنك شقينا أما أنك شقي صنع حرف هذا النوع سيدي لوسو صار أقوم في إن أنك وكل بناه صدرت مركو حبهان تها إن التكنولوجيا دي لو استعمال ويجا صح هذا هو لوجو في هذه السنة أو هرمر علمية لجو سمي وحن ما حد كقول ده دار بيانو كوكارسون سيدو أرم معنوي تكلو جوجو إن يقصوا داران أردد أي وحباريان قيب أخلاقيات كمدة أخلاقيات مهم ويان هدوس نقف كمسلم كخلق الحسن جبده مسلمة ده ديس أخلاق في علن ويل كدوس لهن قش بان باشرو ودن كان وقته ماشين أي جوجنو أخلاقيات كان نجي ولا ليال سادر تمركم حلاي هاي قيبها تعلين تها كجرت قيب كسو تعلين تها هدي أجو أديك التكنولوجيا برتي نفط هذا إنا جهل كسرت ومدنا تكون أنفع هذا كون حمالات هداد وجود الله إنا أبرت أنت في عبادة عبادة بتكون توانا فهمتها مركو إنا هو استعمالها لكن إنا عونا أحسن تكنولوجيا هو مدي لوا أفله هدير تسحب بيجوي كرت خلدن هديك أنا نسيف عن بعض أقول في هذه السنة كرتها مرك أنا أقول في هذه السنة دلني رب تكنولوجيا عن مرت قابك وحبون كوحبون تا إنا أقول في هذه السنة طبعاً واحد يقصون تين هذا لبك أذ نجوها تيك توك مشكلة بنبو مدة كهايا لكن ساس مشكلة ما أرنو ما رأيتي تيك توك أن نجا الصومال أن استعمالنا مركز جد جديسه واحد كهلا يوك نحن موضو إياه كون إن ديرت أمدك الصوصار تيك توك ذو واحد نحن موضو ما رأيتي فرق نور ده هي أي أبغي هنويا علمي بيبي كل استانبول annagana in kelimaad qaar oo lagu gaalo way aan kaga dhawaaqna laga yaaba kelimaad basiid ah oo waxaan ku jiraa wax weyn aad u maleeynin laakiin inda allah a'dhaw min kulli shay wax yar ay afkaada ka soo baxaya waxaan rabnaa markii wiilasheeni iyo gabdhaheeni in ay u isticmaalaan dhinaca wanaaga ay gartaan waxaan u weydiinaa mar qaraa lagu leeyahay sheekhu waxaan inaan fiirsanaa ma banaantahay mas ma banaano ay ku xiranta waxaan way yihiin نجدهم من واحد من بناني وبنات وحي كحرنت وح وح يهيننا نوجانو وحن لا مركز دلني يرتيني ين استغلال وصمين الوتر احتجن وحن فائده كلهن تنوز علم بكب وح كده حراسه وأبسيط وحول بن بعد كهلي كرتا ومسائل بقوب عن تي وعن عصو استعمال المسألة اللي يسوي دي بحثي بنكو سميني مسألة دي أنور هذه نية أو قرقري مالها جوجل كي مالها ودر درية يا وحي يصب هذه مسألة بقول مسألة كيجاس أنا هو باهي بنا أو أنا هو باهي بنا مسألة النفط الكيدو بالضبط لا يحل ينو يوتيوب يجي مركز وحري سامو في هذه نجي ميل بوحري مسألة السيد ما كقرتي إذا في عربي وان قرتي وان درسني ده هو عمره أنا عالم ما هي عالم لكن ميل بما كسوق شيء هذه هدارة تمرك إن نعوناك وسع ماش وكفر أنتي هدي أدين عكلو استعمالشنا أذيك هاجو أنتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن دمان إذا السلام يا وحن كبلاوة يا والدين تا معلمين تا أن أرضي دا ما شاء الله أن سكول كان وسكول كأف الحي أرضي بدن أن هل كان لوجسوا كوب كرنو أنا كأن كبدا هاي أو ما تنا أنت أجن هاي والدين والد oo halkan ee gabadheed ay ka qalin jibinayso waxaan leeyahay ardayda aan kamid ahay oo kale tahay waalidiinta ardaydan kale waxaan kala halkaan ugu jeedaa wiil wiilkeega ah oo walaalkay Cali Bashaq la dhalay oo ardaydeeda kamid ah ee kana mid ah macnaha shaqaalaha oo aniga ila shaqeeyo kana mid ah maxaa la dhahaa dadka igu qaali ah aan ahayna maanta u taaganahay ولد كيسو كلاه تمشان نوايجا مقطع مشى وحن ربا إنا أهم بليه أرضي دقل الجبين يسو وحن ربا إنا أهم بليه مر والبا سكول كان سنة كست وأنا كسوق يبقى لا يدو أرض إيه قل الجبين أي يدو أرض إيه قل الجبين أي أنا جو قل الجبين أيه لو كن استقال كيا أنا جا أن سكول كان كمبيوتر كأن كبحي وحن ربا إنا بقاديو أنا ربا إن أم هاد عليو أستاذ عبد القادر سيدو يو أستاذ حسن ومر والبو اسكت حالي جيان
سي أرضي أسو ساران وحاكم وقتماشان ما شاء الله تبارك الله لابد قبل يرايو ما شاء الله ونشيدوني كنو أخرناي الحمد لله رب العالمين ضد بضناه كأفلحي وحان لايه دذالكين هلكا كسي وضع سي بلاريا سكولاتك ما سمعيان كليه لي كمبيوتر كليه ضد بضناه يسو ساران أو قرآنك وقهوري إن قرآنك لشيغي إهد كمبيوتر كليه معها لقدها وعلى قبرتا وح بدن على قبرتا أفرت ما دوا على قبرتا أصنتيفكا وحن ربلها دولة إن عاوسه سي لا بلاريو سكولات كي قصب كهاي أكلته أو جلاسية بدن صدن جلاس أكلته إن لقى بحه سنة كي أو أن أرجنه مركز كمانان كن ماشي هذا بقول قفود عن لينها كمانان كن إكبحان أما ملايين قفود إكبحان مرواز كمبيوتر وحان أذ أبو قادنا يا معلمين تهد أذ أويا ضوم هاد سنتين سدى يوسف دويسين ما أنت وان كفر حسنا هاي هل كان أنا كسوق يا بقلي مروا البنو حا الله جرى جوجا أذ يوم هاد سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاتنا إن شاء الله تعالى وحان صور دوين دورنا نور شيخ علي أو مجا أضياش وكل دور إن شاء الله تعالى واسنا فرحد أرضي الله قيب سندونا أستاذ نور صور دوين إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحنذكر السلام على دمان سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وعن آتي آت إذا كما هذا علينا مرتدي شرفت له والدين تا أغوية هندا وضياشة دغنك دمان معلمين تا أرضيدا iyo saxaafada inta waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin salaanka bacdi uma soo istaagin khudbad dheer waxaan rabaa laba kalaam kaliya inaan ka jeediyo koo waxaan rabaa ardaydii macadka kombuyuutar marwaas kombuyuutar dufcada 26aad 30 arday waxaan u maleynayaa maanta farxadda sideeda waxa way arday waa soo marnay markii la yiraahdo imtixaankii waa ku barmoostay mise waa ku baastay wax iga farxad badneyn ma lahayn ثانيا مركي جامعتي عن قلن جبينا أي قلن جبنت جامعة أيضا نصدوا كلا واحد قيمة يغاية فينا مجري تاسي وحنا قوم علينا أرضي دي ماركتي وقت كدر سوق هذا تي أو تام كدر سوق هذا تي أو ماركتي جهد كبدن كسب بعيسي أيجا يو معلمين تي يو والدين تي وحساب أرتي أنت وحنا لنا أي جزاكم الله خيرا من أهنا ماركتي علمي أنا ما أهنا وحمان تقوي كريم ما أهنا خلنا نجيب لك ليك ومالك علمي قواتي رب دنيا هاي وقت والباقي وساعات والباقي ومعركتي انت كونك وجر علمي قواتي هذو لا ان شاء الله تعالى تاسنا وحالين رجينا ان ماشي حتى اجوك تانا تكسي الا بجبارتان او وحبر الشد وحده مانا يسماها ما انت حتى كمبيوتر كذا تقل نجيب سين ما دوين كلو تربى دنيا دين سوكيسا علوم كلو تربى دنيا دين سوكيسا وحن لنا امارتي جزاكم الله خيرا الى ان هايدين فضايو ثانيا وحان ربا ما عرفت قدب كلا بعدين كهلو أرضيدا عن صدنا كا وحان بلينا سنة كسد حاضر والمشا اللي هو قبنا يوم كسر وغيب كلا وانيكا جهد بدنا اللي نلص ومري أي فورت بدنا اللي نجوب بحشي حتى يهان له دوالد كا حتى يهان له معلمين تي أستاذ كا إيو معلمين تي نصابر تي وأنا دريمي كرتان حلي قال الصومري إيو تاريخ ذا إيو وقت كا ما عرفت آت كل بقبنا إيو جهد كي إيو أي فورت كي والدين تي دين سوكليين aad iyo aad waxaan rabaa ardayda maanta qalin jibinaysa iyo inta fadhiiso ardayba inay maareeyaan Ilaahay ku mahadiyaan waalidkan ay aad iyo aad ugu mahadiyaan oo maareeyay problemka iyo shidada iyo waxa way qoraxda iyo dibka loo soo marayay ardayga buugu qaadana waa taga iskuulkii u taga waa soo laabana haddana hadii uu maareeyay raashinkiisa iyo salaadiisa iyo wixiisii intaas waxa way asagu dadaa ceelka ugu jiro dib iyo problem iyo shido maray waa waalidka taaliyan macallinkii asagii wax soo baray laftirkiisi waxa waa jufdi badan ayuu ku bixiyay wax badan oo ma aragtay shaadiga uu sanaasiga ma aragtay aqoon u leeyna uu ku faaideeyay waxaan rajaynayaa ardaygaasi in ma aragtay Ilaahay mahadiisi ma aragtay Ilaahay uu ku shukriyo waalidkii asaga uu dhalanay mar walba uu lahaado ma aragtay fiil gaar ah inuu lahaado macallinkiisana fiil gaar ah uu lahaado oo ma aragtay mar walba uu ka warqabo macallinka ma ahan waa waalidka labaad waa macallinka macallinka aad iyo aad in loogu taxadaro ma aragtay juhdiga la soo maray kaliya ma aan macallinka lacag uga qaataa ma aan macallinka waxba soo baraan ma aan waa waalidka labaad macallinka
marka waa jazaakumullahu khayran waxaan leenahay hanbaliyo 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 mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah oo Ilaahay raa sanadkan sanadkiisana waxaan rajaynaynaa Marwaas computer maarati macadka Marwaas waa kumaarati macadka magaalada Muqdisho macaddada waxa waa hooyooyinka macaddan dhaanaanaga macadkan waa macadka kaliya marka la fiiriyo magaalada Muqdisho macaddada ugu heerka sareysa waa intaas oo sano dadka ka soo qalin jibin sida haddana loo sheegay dad badan oo waxa kamid ah xilibaanaha kamid ah dad badan oo waxa kamid ah hadda ka horan waxaan tagay beedhaba tagay ustaadkii aniga waa isla soconay meesha markaan tagnay dad aanan anaga aqoonno asaga yaqaan ustaadka oo ma aragtay inta macadkaas ka soo baxay saraakiila yaa nagu soo dhaway anaga marka macalinka sidiisaba iyo macadka labada waxa waa waa aad iyo aad waa ma aragtay markii la yiraahdo macaddada ugu sarreyso marka waxaan leeyahay waana ku dheeraaday jazaakumullahu khayran maanta waa marxabo iyo hambalyo marka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalidiinta iyo ardayda iyo marti sharafta culimmada aad ugu mahadsantihiin dulqaadkiina macadka Marwaas waxaa idinku bishaaraynayaa ama odayha ahaado ama dhalinyaro ahaado mar walba markaysaan qalin jibin ay u dhacdo waxaan sameynaa minxa wax la yiraahdo arday ayaa ila aan qaadanaa tiro ilaa iyo 20 arday ayaan lacag la'aan wax ku barnaa marka waalidkii oo wiil u joogo oo asiga mas'uul ka noqonaayo oo aan gambineynin oo luqad Englishna u bilaaban tahay waxa idin ballan qaadaynaa inaad keensan kartiin macadka Marwaas maanta maadaama la qalin jibiyey wixii sabti ka dambeeya fursad way furan tahay intaan buuxsamin qofkii waxbarasho u baahan oo adiga mas'uul ka tahay waad keensan kartaa hadday oday tahayna oo Englishka ku bilaaban yahay waa iman kartaa haddaad macalin Qur'aan tahay waa dhigan kartaa hal saac kaliya ayaa kugu filan aad siiso saddex bil ka bacd haduu Ilaahay idmo waad qalin jibinaysaa insha Allahu Ta'ala shahaada ayaad qaadanaysaa caalamka maanta wuxuu noqday tiknoolajiyo qofkaan tiknoolajikan aqoonin wuxuu noqday maanta jaahil awlki waxaa la dhihi jiray qofkan waxna qori karin waxna akhrin karin waa ummi ama jaahil la dhihi jiray laakiin maanta waxaa jaahil ah qofaan tiknoolajiyada aan waxba ka aqoonin imisa barfisoora oo saraakiil ah tababar loogu waday caalamka markay tageen iyaga oo darajooyin sarsare leh marka seminaarkii la furay qof walba laptopkiisa la soo hordhigay qofkan kombiyuutarka aqoonin marka intuu wax ka bilaaba madmadowada Allah ku yaqaan ma la dhihi jiray waa eber uu noqday marka barfisooradii iyaga oo ciil qaba waayo dad badan oo afrikaan ah ama caalam ka socda ama carab ah ama cadaan ah ayaa waxay hortoodii nin walba casharkiisii wax ku qaatay technology dadkii saraakiisha halka laga qaaday meel ay wax ka bilaabanay waayeen taasay waxay ku noqotay niyad jab waxay bilaabeen inay dib wax bartaan asigoo darajo sare leh oo sarkaala ama korneel aad darajo fiican haysta haddana kombiyuutarkan aqoonin karin ama aan waxba ku qori karin waa dhibkeedii leedahay maada cunug ugu yar ayaa waxaad arkaysaa in uu yaqaana si loo rogrogo shaashada mobaylku ayaa qaara yaa cunug yar waxaa arkay oo aniga aan laba jir ah nashiidoy ama wuxuu tublino fiirsada maalintii ugu yaabadneed waxay ahayd qoraal ma yaqaano wuxuu sameynaa YouTube-ka intuu tago meesha mikrofoonku tagaa wuxuu leeyahay baby atiyo duuba waxa soo baxay marka sawirkii iyo muuqaalkii markaas jugsiira aan naftirkay waaya waxaana ilma lama dhalin sanadkaare yaa maxay ahayn ilmaha subxaanallah marka waxa waa jiilba jiilka si dambeeyo waa si ilbaxooya marka waalidiintu waxa la dardaarama inay tiknoolajiyada bartaan waa muhiim mar waliba waxaa wanaagsan meel hadii la isugu yimaado in ilaahi subxaanahu wa tacaala la xuso nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam lagu salliyo haddii nabi calayhi salaatu wasalaam magiciisa aad maqashid waa inaad ku sallisaa lianna rasuul calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi albakhiil man dukirtu cinda walam yusalli calaya bakhiil waxaa la yidhaahdaa qofkii magaceyga agtiisa lagu sheega haddana aan igu salinin ayaa waxaa la yidhaahdaa bakhiil allaha kaas salluu cala alxabiib maxamed sallallahu calayhi wasalam haatan waxaan soo dhaweynaynaa hadduu ilaahay idmo ruwayda iyo rayaan oo su'aal iyo jawaab ku saabsan siirada nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam isku dhaafsan doonaa soo dhawaada insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kayfa sixatuka ukhti fillah كيف ترى لو تناقشنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله أحب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نبدأ من سيدنا محمد. سيدنا محمد هو رسول الله للناس كافة وآخر
الأنبياء. بماذا جاء؟ جاء دين الإسلامية التي لا يخلو الله فيها خيرا. متى ولد وأين ولد؟ ولد صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الاثنين من ربيع الأول عام فيه. من أرضعته بعد أمه؟ أرضعته بعد أمه طويلة الإسلامية ثم حليمة السعودية. متى توفيت أمه؟ توفيت أمه وهو في السادسة من عمره. أين دفنت؟ دفنت في رمضان. كم كانت الدعوة سرا؟ كانت الدعوة سرا 3 سنوات. صلي على النبي. اللهم صل على نبينا محمد. شكرا لإجابتك الصحيحة. جزاكم الله خير الجزاء. الله يذكى بالمريو سيدة نوسو جيدسين سيرتنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة مركي الولاية هاي واللغة العربية محاله لجيدا وتاريخ نولدكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصومالي وتاريخ نولدكي نبي غورمو دشي انتو كو دشي يا نوجيي هو دي سمعت ابهد ابي سمعت ان وحاويان دد بدر وحا جيره او صوماليات او مسلمين اه حتى انا دي لويديو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مغيص سدحان انا اقونن عالم كن ولا هلا dad arab ah oo arabna u dhashay ayaa waxaad arkaysaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam magaciisa dhana sheegi karin inaad barato waajib ay kugu tahay nabigaaga alayhi afdalus salaatu wassalaam magaciisa inaad barato hooyadiisa inaad barato asalkiisa iyo nasligiisa inaad barato waa waajib inaad qofka ilmahaaga aad barto adna aad baratid nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam qof soo arkay nagu ma jiro لكن وانا لسو غارسيي وان امني انغون اركين عليه افضل الصلاه والسلام مال مال ما كمد ان محمد صلى الله عليه وسلم و اويي و هو اويي هيلو اديك ادين قبا عليه افضل الصلاه والسلام و اصحابتي اي ويديين ما حد لا اوينس يا رسول الله مركاس و خوير وحان او هيلووي ولا لهيغا مركاس اصحابتي وحدي ويديين انغ ولا لهاغا من هنميا بل أنتم أصحابي إذيك أصحابتي ذاتهين لكن ولا لهيك وأكوا بعد دقيقة إيمان دونا إيغوني أركن إرمين دونا صلى الله عليه وسلم ما أنت أنا قولن وآمين سنهاي هذه مي عيسى قف حماية غيرنا جلس سمان ما محمد صلى الله عليه وسلم قفك أقفة أو أما أذو أكتاد جوغة سيف الدهستنا قرت أكجرت دمع سمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم محبدي قلبين الله قليو قلبين الله قليو محبة الله قلبين الله قليو مروى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلقي سوى حاله هلا دم بداف مرقت أديكو هيسو إلهي سبحانه وتعالى وكا قاضي تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك ذنبك إلهي كدافة مرقت إلهي كا قاضي دين هدي لقول إلهي سبحانه وتعالى وكا قدا هداد سكو عرقته مرقب بذن دين علوس وحيالة بذن كهيسة بذي كليا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مي عيسى نادكم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد كن لبكن صدح كن أفر كن تأوده كصلي أنكم أدينكم أمرايا لكن الله سبحانه وتعالى ياكم أمر بحكله يا أيها الذين آمنوا كو إله رسولك سرميو أنا قدموا سمعان صلوا عليه وسلموا تسليما مرك هدي أو الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات وكوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسليا هذه محاسوية سوا مركا وإن أنك فائدة سنا قفكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل مر كسلينا صلى الله عليه بها 10 تبنجر إله سبحانه وتعالى وكوسلنا سلي محيطها ودعو نبت نحريس واي إله نحريس كوركي سيال واي وسلم نحواي نبت قلي إله كوركي سيال واي مروا بالنبي قاعد دعي مركا قد دعيسو أو دعيسو أو كسلسو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجارسا كسلنت أو كسلسي هبل أيها كوسل لي ولي ما عقلوا شيء هبل أيها كوسل لي عليه الصلاة والسلام مر ولبا إن شاء الله تعالى ويقدر دار انتاس نفسدنا قدر دار ميا إذا كانوا يدين دار ميا هدات علاس كوارك تيد استغفارتا يصلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم البصرة تاسو هاي هاي وبرارجين أيدين برارجين إن شاء الله تعالى حتى ما حصل دوين دونا أرضي كم إذا أرضي إذا ما أنت هل كان كقلن جبنا يسا كان ميت ونهض الدونتا ما جع أرضي ذا كهض الدونتا سينب سعيد عبد الرحمن هل سودا وإن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن سلام يا دمان وحن سلام يا دمان والدين تكن سوما دي معلمين تي أرضي ذا أصحاب تدمان تسلام يا
سلام كذب ساقته المانت وحلف دخل جبنتها سرد جوردي دفع دي لباتني الحاد سكول كمرواز كمبيوتر تكنولوجي ساقته أنا جو حمثلا يا قبلها ولا عليها يا مانت أنا قلت جنيها كان قلت جبنينه ساقته مركع علم قبرني وحال الجبر وحال الجربة إنهم انتفعنا أو نصدهان أو انتفعنا ذلك هنا والدين هنا محايا لي والدك يو معلنك أيا مانت مر وبقرب كنا ها سهر كان صغارنا أو مانت أصحابته ولا لهن والدين هنا فرحدا نلقاتان صدق كل حرجينا إن مر وبو أن كنت لقلنا إن هرمك سمينا أو نصدهان يو مر وبو أن ذلك سمينا سي أن نوش إن هرمك وقارنا صدق كل حرجينا يا إن جيلك نقدم بي أنا كمان تتصل نقاطان صدق أي كمان توكل أي كان حفظان أو روح بدن أو والدين تودي أصحابته كسو إيمان عيان أدنى في حد ولا قب سنة عيان وقمة سنتين لجزء سينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله أدي هذا ما سنت هاي زينب زينب وما سنت هاي سعيد عبد الرحمن أو واحد اللي يسوي مجمع أرضي إذا جارهان قيبت قبلها حتى نروح سود وين دونا أيضاً قبر كم ده أرضي إذا ما تقل جبنيسا أرضي إذا وركوا دسكوا كوبية هاي نستحو محدين علي سودو نستحى لسودو إذا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم 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 السلام عليكم ورحمة الله أرديت أيام سبان والبرشدي أمجدها. ما رجعنا معلمين تلامنتيو. أنت برات كنول هذا. أنين ولني ترى أنين يو أرديت يكسيد دمبوين ولا يكتر. أدونك أورمركم كديرنا ميتا. ولنهني كيسنا أمدان سي كيسنا. أنين عمل كان كسي فرنا. ما أنت مهدلان كوك ونوم كديران والدين تيوني تدالين. ما يكلو ولام كديران هم معلمين تيوني تدالين. ما يكلو لنا أرديت ويسين كرجعنا أنتي سنير جمن تيمري أمكدي من. Enis ada nol berdo kurtang. Michael entah mahad ena langko korno mudiran, walau lagu ni diri entah nol beran. Masih ada nasi amalikum tidak berkat. Abu Hamzah hajirna uli ardeida hatenna mitkamida ardeida mantek kalinjibinisa. Orang ke uli syah ayah ugut bina Abdul Fattah Muhyiddin Ali. Orang ada syi nasteh Muhyiddin Ali. Saudawan leh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. أولاً السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو غوري سبحان أمهد ألنا يا ربي سبحانه وتعالى وعافمات يونالال ونكسن إله ونسيي إنسيي أخلي ونكسن إنسيي قرات وحول بو أوحن أو ونكسن أنكو قران كرنو تلوات سبحان أمهد ألنا يا والدين تاني غالي قاها وإنو برباري إنو تحلو جي مرول بمدي حين إنا كرة قادو تنسدحات وحان أمهد ألنا يا معلمين تاني أنجعلا أستاذ عبد القادر سيدو يو أستاذ حسن سيدو وآد يو آد إنو قرب إستاغي انتا كتب تن أفراد وحان أمهد ألنا يا لمان مرت شرفتا كسو قيب قلي حلفديني قروح دا بدنيت تاسو أهيد دفع ذي لح إلا باتنات إسكول كمرواز كمبيوتر تكنولوجي تن أفراد وحان أمهد ألنا يا أردي ذي كلي رتي إني وحبرته وصوحا قلتاته تنشنات وحان بغادين قدريا لمان أردي ذا كسوغن هالكان وحان ليا هي وحبر رشادو وايفتين كنولاشا وحبر رشادو وافراها مانتا يوبري وحبرشادو ما أحن ميدو ما لا يعني إيه قفكا دو مانتو وحبرتو وحكو بريدن بو وحكوالا ماركو حان ليا وحبرشاديني او انتاسي سانو اما انتاسي بلوت اتاقنيت هكالدقين هل بعال لغو لسي وحان ليه لها مرول مذيحين وكورو قادة وكورو قادة او كود دالا سيدا القولكو قاري لهيدين قولو البلقارا ينو حريريه دو اول متعلان مركو حان ليلا قول والبلقارة الدذال يصور بيربتا مركو دمانتين هذا أمهاسنتين. بسم الله والصلاة والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وحان كفر أحسناي حفلة دان صدقي ما إقايه بدل لو سوء قاسمي
وحان مركور أمهات علي الله سبحانه وتعالى وهل كان اسكو كان كي مدلبات وحان أمهات علي ولا لهنا ما ملك معدك لخذها إيو تكنولوجيا كمبيوتر كي مرواز أو غوريو عبد القادر سيدو إبراهيم إيو حسن سيدو إبراهيم بعد وحادي وسلامة سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن همبليو يبوغادن قال لا باودي رايا دمان ارديد مان دكا خلم بدلدن ايسا معدك مرواس وحن او همبلينا غوش اي غارين غوشنا ما كوي ما دو عاد قومي ما د الا وحي وباهانتا جهدي ديراتا ان لغليو سيدي لوغو سيدي لوغو غون غاري لا هميغا لغا ليهي إن شاء الله وحان جعلان لهن إن آت هروسي سعطان أو ودان إلى هير آت مهم آت كغارتان وحان كلو باقو دري أما كعسنا يا ولالكيغ عبد القادر سيدو إن أو لن ليرى وحبرش الآن تا أما قوة بركة عقياشة أو مقالة داتسن أما قوة كوريس إن لو فيديو غرغار وحبرش تاس أو أيضا كوكالفتي مادام أيسن هايسنين دت وحو كالمي أما دت وحبروز ولكن وحان كعود سنين إن دليل داس ومقالد كداد سن أي وحبرش الآن تأه وإن أو قرب سيا إن شاء الله أنا غنا وان كتال جرنا وان قرب كيسان جوغنان وان شخيهنان وحالا وحونو بعد هاري هوين قرب أيام كجونا وحن ليا هاي مرلوات إمر سدعات للي يرد ما دخل بدل نيسا همبلي 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 وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أستاذ نبضون علي عمر أبتي هذا وما سنتهي إن شاء الله تعالى عطسي أسو جيدي سينا هورين وأفوليني مرول بن الديارة نقولنا هاي ما عدك وحولي هاي قيب وحن لينا هاي أو دين الغبرة القرآن كأحاديثة سيرة أو أي دكتان ذاتك أن أودين لعلنا أن كبرنا معلمين تدق جزاهم الله خير سلعلنا أي علمها سي القرآن كيكبران سيرة دي هذا هرتين لواخرنا أي أردي داس وح لعج لقوم صوبرين القرآن كلاخرنا أي لعلنا أن لقوم صوبري لكن أجرك عند الله أيو إنه يا إن شاء الله تعالى مروا البوحان ديارنا هاي هو يسوى ماليات إنت أنكرانك هنا أو معد كقاضو إن يقيبت قرآنك يقيبت كمبيوتر كبا ويأديسا أوذين إن يكين صدان أو معد كوصول وين دونه قيبت حمر ججب وحوي قيبت الدينك حمر وين قيبت تكنولوجيا أيان نوغفرا ولعق الآن إن شاء الله تعالى وان إذا كوصول ويننا وان هرق الشقي aba soomaaliyeedan qaabileyna dhalinyaro soomaaliyeen qaabileyna oo laakiin luqadda shardi ah inuu ingiliiska u yaqaano waay waxaan aalada lagu barnaayo waa luqad ingiliisiya marka luqadda duusan aqoonin ma ahan inuu soo lugooyo laakiin haddu luqadii u bilaaban tahay meeshna lagu barta luqadna lagu barta ingiliishna lagu dhiga soomaaliya lagu dhiga maadka marwaas wuxuu ka soo jeedaa misaaadka marwaas waay haatanna mirahaas miraha oo qaybta diiniga mira kamid ah أيا هات تسوسينا إن شاء الله وحنصور دويننا حليمة عبدي إيو أبو بكر إيو ريما عبد القادر سيدو صور دو هذا نلارك إن شاء الله صور دوي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا بتلامش طيب اختر لنا موضوعا جدا اغري الحديث الثالث الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم وأنت وإقرأي الحديث الرابع الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السابق المفتوح إن أحدكم يجمع قلبه في بطن أمه
مثل ذلك، ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه روح فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنت اقرأي الحديث السادس. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحلال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يفتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا سلحت سلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الفرد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لها. ما شاء الله تبارك الله، الله ان شاء الله. واي هي وحواي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يري ومد انت هذا بدل وحي ودي منسا ال ايش حق واي مركو حويان. تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. نافك جيلك درغي كوريديسا معنا ان قفك من ادي انا قبري اجل نيسا marka qof hada aragto uu ku cajib galiyo ama dhar ahaado ama quruxdiisa ama cilmigiisa waxa laha ma sha Allah tabaarakallah taas ayaa duxway isha ugu badbaadsa bismillaah da wa adaraad dibkeeday leedahay qofku waxa way dhulka loo dhaca marka dad ku aragto wax uu ku cajib galiya ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا بيرته تنفسك هذا إلهي أرم وكاغد يقول أي كو قرح بدنات وحال غاربة أما قري قرح بدنات دي ستيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنا دهريد. هذا إس عجب جلسيد وحال غيابة هذا نفسك إنا إش آدات كو أصيبته وين دا عذي وين دا عذي وسورة الكهف وكو عرقتين قسوين كاسي كل والي كمشي كيناي إن شاء الله تعالى المعلن هل أردنا نوهاري كدبنا waxaan bixin doonaa shahaadooyinka wili waxaan ku gudbiirnaa ardaydeenii wax badan hooy waa la amaanay hooy macaan maasha Allah akteen qiimo kale maanta aabiyaasha wili waxay leeyihiin maxaa aabalo amaan la ayaasi hooy la baxaa ku jira hooy maasha Allah waxa way ummuk thumma ummuk thumma ummuk nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa jiray adiga marka hal haq maadaama thumma abuu kale wiri haatan dhageyso amaan aabo ku saabsan waxay noo akhrin doontaa ريان عبد القادر سيدو سودو ريان أبو هتي أفن دل نهين دل كماني ما دين منا عند حجوجين حمل إن أنت كبد واقعي رأيت مركو كجوجين إن شاء الله إله سبحانه وتعالى كبدها دتك أنت بدن واي إنسان لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قفكي لبا قبض مسدح كبدود إلهي أوسيو أو صفي عن أبرباريو أو صدح برباري وناكسن الدين تير برا إلهي سبحانه وتعالى وحو أبا القدية جنة الفردوس الأعلى مرك إن شاء الله تعالى إلهي هنسيو قبدا رنتي مرك إذن شاقه وحواي قبدا إذا آذن وجعلها وقراءات حفصة وإنقاذتي عشر القراءات وضعها ديرتان وحيرا وديما سند كذا
هدو إلهي دمو حفلة دينا دوان وكسوة قيب قلت دونتين إلهي إذي كيس آن هرتين مرخاتي وفريا أو إذين شيقيا ما علنت أي شهادة آن قد دونتو إن إلهي أبال قد كريت جسيد آن كاري دونو إن بيتك إلهي آن قيو إلهي إذي كيس ومكة المكرمة ماش غوريس ونقطة دقيسة نغطو ونو محمد صلى الله عليه وسلم أي مدينة أي كسوة بوقت إن شاء الله تاسي دين مرخاتي marka waxa iga dardaaran ee aabaha Soomaaliyeed inuu noqdo aabna naxariis badan gabdhihiisa iyo wiilashiisaba uu naxariisto wax barasho ku dadaalo wixii xun uu ka celiyo aabaha di aragtid gabadhiisi oo isruxaysa oo qaawan oo ka fiirsanaaya TikTok ama social media aabaha sama dhigi karo waa aabo waayo aabo uu horseeday weeye gabdhiisa fidno ma la dhigi karo gadho gabadhii ah halawday adiga sabab u ah haddaad ka celiso gabadhaada aad waaniso sida wanaaga ilaahay diintiisa aad barto quraanka aad barto sunnadina maxamed sallallahu alayhi wasallam aad u sheekeyso aad barto waxay ku noqonayaan ubad wanaagsan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri idha mat ibn aadam inqata amaluhu illa min thalatha maalinta qofki ibn aadinka uu dhinto camalkiisa uu istaagaa uu go'aya saddex qof kaliya ayaa faa'iidaya oo aan camalkood u soconaya marna ka istaageen waxaa ka mid ah ولد صالح يدعو له قبرها آتم ويل وناكسن أو أذيك آت أو إلهي دينتي أصابرتي أو أدون كان أو تكتي مروا البؤوس جذوح إليها ربي اغفر لي ولوالدي إله أن إيدن بداف لبدي والد ودن بداف هو أي عبا ودن بداف إليه مروا الباء أذيك الدعاء وكود دعيه إلهي سبحانه وتعالى دن بقى ودافيا لقيا إلهي سبحانه وتعالى ذنوب بدن أذي آك شيء قبر داس ويل كاس درتيس إلهي وكود دن بداف وجن آت وقشو معلنت قيامه قف ابن آدم كأ أو قبدي يسمى ويل كيس حصوبري وحاله سر دون تاج من نور تاج يلو سرة بقرة هذا أي سرتان تاج كون أحسن كقرح بدن أو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو إل ابن آدم ولي إذا لو أركن دقن آل ومغلن أو ابن آدم تقلبي صدع تاج جاز مركز والدك ولي هاي نور كان حقه إيجيمت نور كان حقه إيجيمت markaas leh yahay heblaayo oo gabadhaadi ahayd ama heblow oo wiilkaagi aha oo aad soo bartay quraankii marka dunida aad joogtay ayaad ku mutaysatay sababtiisa maxaa inoo diiday markii ilmeen inaan barno diinta iyada oo la baray quraankii ayaa hadana tan oo adduunka la bari karaa aday kugu xiran tahay hadaad dadaasho oo ilmahaaga aad barto diin maalinta qiyaamaha lagu dhahay maxaad biology iyo physics soo barwees lagu dhahay maalinta qiyaamo ilmahaaga hadaad barto قرآن يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيردي سيردي سعد برتو وات كل بانسا لقيا بذنوب تاعنا بذنتها أو إلهي سبحانه وتعالى كوه أبا الجدو أو كوه دم بدافه أو أجنة أتو كشو ولا له يروح أقدر دار ميا نفس دين أقدر دار ميا هاي سوماليات كستا ويل سوماليات كستا أبا سوماليات إن دين تنو محمد صلى الله عليه وسلم لبرتو قرآن ك خاصة لبرتو إسورة نو محمد صلى الله عليه وسلم علم يان كلنا عيد كا حارم تملا عيد كودي دملا وات وذن كرتا كنا وضو وين هذه على تو ورد يومي ما علم بالله كديه هل بيج بالله كديه شم آية الله كديه إن القرآن كلا سبحانه وتعالى هذا كهاجرين قرآن كما أنت قام وقبسنا هذا سورة الإخلاص الوصوبري والد كهلاس كهجتكي أو أذيك أدي يعضو ما أنت قيامه ويكوسو إستايسا وإله هرتيسك على حاجونسا حتى بقى الدون كان فرصة إياد كوهي ستين كد ذالة إن أدورد يومي أيلتين بعد الفجر النقضو إنت هذا نصيحنا النقضو قفكي سدح جار سورة الإخلاص قل والله أحد أخريا وحلم ذي أسوء قرآن كان أو ختمي أو دميي قفكي تبن جار أو سورة الإخلاص آخر السنة وحا إله سبحانه وتعالى وقد سيا قري كم إذا قريها جنة جنة لقاعد سيا وحفظ وفيري لو ما دهين إن شهادة محاد وضعت أنت أس كان مركز على وسين رومن وأكل يقول والله أحد وثمان جرا آخر سمارنتي قري كم إذا قري جنة وقد سيا وأنا دمانة أن كيسنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحني أن كده مهان وح شيخ بلوا ده مهان ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها كده ثمان جرا هل تيغتكم قادنا سوا ثمان جرا قل والله آخر سو وافضها هذا بس كسرتها سبحان الله وبحمدي سبحان الله وبحمدي بقول جرادي رادي حطت خطاياه ولو كانت مثل الزبد البحر هذا حارته
أو بدأ إلى أكتر من بدأ درس أو كبير دم بيجا ولا جاء إله سبحانه وتعالى وكارافة عملك أو دينك وفوزي هاي هلا برتوا إجا وأنا إن شاء الله تعالى ويا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حيري بلغوا عني ولو آية هل آية بالله كده أمد جارسية ديك سو جارتو اللهم هل بلغتو وإذن سو جارسية سبحان الله وبحمده هل ويل عليو سورة الإخلاص ثمان جير أخر سوما لنتي أما صدح جير مركز سيحانة سيقول والله برب الفلق برب الناس إله سبحانه وتعالى شرء شيطان أنو كاعلنا هاتن وحاو سو جبين دونا وحان سو دويننا أستاذ أويس أمين محمد أو نوسو كوبيد دونا تكنولوجيا دي iy macne heedi wax ku saabsan inoo sheegi doon kadibna shahaadi aan bixinayna hadu ilaahay idmo aad u maasantiin dulqaadkiina soo dhaway ustaad sharma assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhamaan waayidii salaamay waalidiinta maamulka jaamacada maamulka iskuulka marti sharafka ardayda inta ka soo qayb gashay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh inkastoo aniga ku wanaagsaneen fagaarka hadalka oo waxa laga yaabaa in aan agageejo marka la u qaato horta teknolojiyada in badan laga hadlay xawaare sare ku socota teknolojiyada sanad kasta uu sii kordhayaa teknolojiyada hadda waxaaba socotaba waxa la soo kordhiyay masqul ag fariisanaysa wadamada qaar isticmaalayaan marka ku saxarato wuxuu ku gudbi wuxuu gudbinaa dhaqtarka oo wuxuu sheegaa ninkaan waa laga shakiye calooshiis waxba isku dagaalaya hala baaro marka teknolojiyada xawaarahaas ay ku socota anaga baahdeena marwaas aniga barwaasaga qalin jibiyay 2010kii aan bilaabay teknoolojiyada ilaa hadda waa ku jira saacad waliba maalin waliba waxba barta marka teknoolojiyada marwaasaan anaga waxa ku soo kordhinay maadooyin far badan oo ku soo kordhinay iskuulka oo waxa kamid ah maadooyin ku soo kordhinay sida admin oo qofka inuu system administration ka ka dhisnaado sida shaqada ugu horeysa qofka IT ga loo baahan yahay inuu barto waayo hadda idinka waxa barateen IT Word iyo Microsoft shay kamid ah barateen marka IT ga loo fiiriyo boqolkiiba 0.01 xataa maadan baran markii runta la isku sheego 0.01 xataa baran aniga 10 sano ku dhex jiray IT ga haddana 10kii boqolkiiba wax ma ka baranay ani isaas darteed inkastoo wax badan aan barateen oo xataa cilmi aadan jaamacad aadan ka baran lahayn aan ka barateen waayo jaamacadda waxa la isku baraa waa sida wax u baran lahayd sida wax isku baran lahayd aan u bartaa laakiin anaga waxa soo kordhinay maadooyin fara badan system administration ka inaan ku barno Windows Server 2022 ga amal inaan ku barno BC technician inaan noqotido computer kaaga saado sameysan lahayd oo cilmi bixin lahayd waxa kale soo kordhinay cyber security oo aan ku baran doonto dunida hadda aan ku noolnahay waa la ogyahay waxa ka socdo dagaalkii oo hubka la isku qaadi jiray oo nuclearkii iyo waxa dunida way ka baxday hadda waxa jira dunida waxa ka socda waa cyber war cid waliba waxay isku gumaysanaysaa teknoolojiyada maraykanka aad wuxuu ku hormaray waxa waaye waa teknoolojiyada oo haasto saas darteeda waxaa ku soo kordhinay cyber security maadooyinkooda waxaa soo kordhinaya kale inta cloud computing oo dunida hadda waxay u goortay sida cloudka xogtaada inay yaasho cloudka waayo qof waliba anaga kanaga mid ah wuxuu isticmaalaa Facebook Facebook waxaa dhigaysaa post aad dhigaysaa ama sawir sawirkaas Facebook dhigaysid wuxuu yaalaa server oo dunida kamid ah oo yaalaa serverkaas wuxuu yaalaa waa Facebook ah leh waa computer meel kale yaal adana waxa ugu xirmaysa sida remote computer remote ugu xirmay cloud computer ku soo kordhinay waxa kale ku soo kordhinay digital marketing ka waxa kale soo kordhinay maadooyinka multimedia oo graphic design oo sida adobe maadooyinkeeda marka waa ka saa intaas oo ku soo gabagabeyna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haata waxaan soo dhawayn doonaa ustaad bilal oo ah maamulaha beerta nabada oo kaalin weyn had iyo jeer ka qayb qaata mar walbaan xaflad qabano garab nagu siiya ala soo dhaway ustaadka si fiican lagu saabtamo bilal bismillaahir rahmaanir rahiim marka wareysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh martida ardayda maamulka macallimiinta waalidiinta dhammaan waxay ku salaamayaan qof walba maqaamka uu meesha ku fadhiyo xafladdan sanadka hore sidaan u qalaa soo qayb galay ardaydii ka qalin jabisayna waan dhiirigeliyey waan hambaliyey sanadkaana waa arkayaa intii ka duwan inay joogto waxaan rabaa in aan aad u hambaliyeeyo ardaydii ka qalin jabisay maanta macadka waalidiintii ku dadaashay macallimiintii waqtigii ku bixiyey inay heerkan soo gaaraan waxaan kaloo rabaa inaan ku dhiirigeliyo inay ka sii wadaan halkaas waxbarashadoodii dadaalna ka sii muujiyaan
aadna maaragtay ugu talagalaan inay ka sii socdaan oo maanta keliya isku ekaanin. Waalidkana waxaan ku dhiirigelinayaa in ardayda inta dhammaan kaleetana focuska la saaro si waxbarashada loo sameeyo, sababtoo ah alcilmu nuur waljahlu dhulaami carabta dhahaan. Waxaana muhiim ah qofka yaraantiisa inuu istarbiyeeyo oo wax badan iyo xoog ka saaro dhanka waxbarashada. Heerkaasaa lagu gaari karaayaa qof walbaba hami uu leeyahay. Ka maamul beerta ahaan iyo shaqaalaha guud ee beerta nabadda, waxaa aad ugu faraxsannahay inaan arkayno arday runtii waxa maanta meesha ka soo jeedinayeen iyo waxa hamiga laga leeyahay ba ay aad u fog tahay. Waxayna dhiirigelinaysaa in ardayda iyo dadka ka qalinjabiyey macaadiyada noocaan kaleeta ee u baahan yihiin goobaha dalxiiska oo kaleeto, waxaan rabaa istaatiyadu iyo inaan aad ugu hambalyeeyo doorkay ka qaateen in dhalinyarada la tarbiyeeyo, maskax ahaan la kobiyo, aqoontoodana kor loo qaado. Idinku dheereen maayo, waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galo programkan. Aad iyo aad inuu farxad gelinaysaa oona mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad u mahadsan yahay Ustaad Bilaal. Ilaahay khayra siiyo dhowr jeer oo markii shanaad u malayna oo xaflada aan ku qabsano, xataa xaflad aroos haday tahay, ustaadka waxa weeyaan howlalka ugu wanaagsan uu ku jiraa oona discount fiican uu dadku u sameynayo. Qofkii u baahday insha allahu tacaala xaflad diineed haduu qabsanayo, xaflad aroos uu qabsanayo, waa la soo xiriiri karaa. Haddaadan aqooninna waasata, waxaa la alwaasata fowq alqaanuuna dhahan carabta. Waasata waxaa jirto macnaha maxaa ladhahdaa meel loo soo maraay, hataa ii soo mari kartiin waa kala hadli karaa. Qofkii oo ustaadka macnaha u baahday insha allahu tacaala inuu howlku wax ku qabsado oo isleeyahay ama lacagta lagugu badiyaa, gadaashiga soo mari kartaa macnahaye. Waayo carabta markii aad tagto iqaama ama shaqada u baahan tahay, waxaa jira wax la yidhahdo shuuqa jiraan oo waddanka haystaan oo hataa ka derjarasay wasiirada oo ka magac sareeyaan. Waa hadda meesha annaga nabadoonadeena ma la qiimey, laakiin nabadoonada xagga nabadoona inta iyaga qarash bixiyaan iyaga lacag ka baxo. Nabadoona xagga waa dadkaas iyaga lacag haystaan. Nabadoon oo taajira Soomaali ma ku arkaysid? Malaaq asaab shiide lama raba saas. Malaaq waxaa laga rabay oo oday hor socodkii inuu ahaa in tolkiisa ay maalgeliyaan oo maxaa la yidhaahdaa oo laga daree maal rabay, laakiin annaga ma qiimeyno. Laakiin caalamka shiikhaas hadduu uu ku hor socdo oo adiga wasaaradda shaqo ugu baahatid, alwaasita tafooq alqaanuun ladhaha biswa, meeshaas hore qalinka hore lagugu duugaa. Nabadoonka hadduu wado biswa laleeyahay halasii soo. Marka waxa weeyaan anu waxaa idin mathala marka nabadoonkii oo xafladaha ustaadka da u baatin insha allahu tacaala waa isoo marka tadilaado. Maadaama aan joogno xilligii shahaada bixinta, kadibna insha allahu tacaala qamshax qamshax yaa noogu xigaayo intaad dulqaatay oo kumaasan tihiin. Waxaa wici doonaa ardayga ugu horeeya oo nasiibku yeeshay in la waco, waxaana guddoonsiin doonaa macalinkiisa wax soo baray. Ani wax waaye marka waa ka duqoobay maxaa ladhahay tiknolojiyadii ustaadka wax soo baray, asigana maanta cilmiga saan waay ustaad xasan ani wax soo baray, asigana maanta wuxuu baray arday kale, ardaydan kalena waxay sii barayaan. Marka waxaa la rabaa qof saas la iskaga dhexlo cilmiga, annagana macalimiinana soo bareen saas la iskaga dhexlaa insha allahu tacaala. Waxaan wici doonaa Cabdilfataax Muxyiddiin Cali soo dhowow, waxaana guddoonsiin doonaa shahaadada ustaadkiisa Xasan Siid Ibraahim. Ardayda la dhiirigeliyo saxabka si fiican insha allah. Nabadoonka reer Bariire Ustaad Sadiiq naftirkiisa waa imaanaya insha allahu tacaala inuu ka qayb qaato. Marka odayaashiina halhal anigoon hebel aan dhahnin, odayaasha waxaan rajaynaynaa inay soo istaagaan. Ardayda waxaan rabaa inaad aad shahaadi a guddoonsiisaan, idinkoo mahadsan soo istaaga insha allah stageka inta imaada. Ardaydan waxaan ka codsanaynaa oo la wacaayo inuu soo maro rooga cas, maadaama maanta qalinjibintiina ay tahay. Keliya madaxweyne looma dhigin, maanta idinkaa madaxdii ah, madaxdii mustaqbalkaa tihiin. Marka insha allahu tacaala ustaad xasan aan ku soo dhaweynaa insha allah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Insha allahu tacaala waxaa noo bilaaban doono shahaada bixintii. Wax ardayga ugu horeeyo ama labaad waa Faarax Cali Maxamed. Faarax Cali Maxamed, ألا ما أجمل اللقيا
هند محمود محمد هند محمود محمد أويس مريد علي أويس مريد علي حسن فارح أحمد حسن فارح أحمد أنور محمد عبد الله أنور محمد عبد الله عبد المجيد إسماعيل سيد عبد المجيد وحسن الله ويسا أما ولالك سئنه سوء استاق إن شاء الله تعالى سيدوك لما مديس إن شاء الله ما مع عيشة أنسور دوين إن شاء الله تعالى عبد المجيد ويدي سوء إن شاء الله عبد المجيد أو تيش لا وليل والفائي وسرد وجدا ما هي ما هو يدي وهي قاري وعن ألا وين عند بيري آلي ضوء ننجر إيا دايس وحبرت إيد ذا شيء بدر لا حريس جنبني ولوغ هيد وسكر أبا هاي تنكر إسماعيل حسن زبير إسماعيل حسن زبير عباس محمد عبد الرحيم عباس محمد عبيد سيد علي محمد عبيد سيد علي كرامة صدام علي محمد كرامة إن شاء الله تعالى صدام السيجارة وحن وعد سنة أنا أبي سنو بدون شهادة إن شاء الله تعالى علي نور آذن علي نور نور مبارك ربنا زد كلكم في المجد شارك نعم أجمع يعقوب حمود إن شاء الله تعالى اسفدى مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين ركعتم وتجهدتم في الليالي كم سهرتم وتفوقتم وفزتم باركوا للفائزين إن شاء الله تعالى هذا هو عن قلي دونا خيبتي قبلها إن شاء الله وخيبتي ودميس زينب سعيد عبد الرحمن زينب سعيد عبد الرحمن أرديت هل دير قلي إن شاء الله تعالى فاطمة عبد القادر نور فاطمة عبد القادر نور زينات عبد الجمال إسماعيل زينات جمال إسماعيل عبد الله مية سامية عبد الله مية
أنيسة عبد الكريم محمد أرددها هلا ديرجلي هلا ديرجلي إن شاء الله سيدوك الاستعواز صدوه إن شاء الله زهرة حمزة عبد القادر زهرة حمزة عبد القادر ياسمين محمود محمد ياسمين محمود محمد شيخة سدوا كيف فرتون علي هلولة فرتون علي هلولة فاطمة عبد الله الشيخ حسن فاطمة عبد الله الشيخ حسن عبد الرحمن سيدو عائشة موسى إبراهيم عائشة موسى إبراهيم عائشة عبد آدم سوبنا عائشة عبد آدم سوبنا أستاذ عبد الولي سودو عائشة وعن جلان ما مدد جوكتا أملاينا إن شاء الله تعالى ما مدد مصر عن كسر دويننا ما مصر دو عائشة ما مدد قدون سين دونت إن شاء الله تعالى فوزية عبد حسن فوزية عبد حسن سدح أردي أيانو أرتي سدح داس أردي إن شاء الله تعالى دلب كود خاص كا أنسمين دونا والدين تود أو جوب حاضر كوا حياة قدون سين دون إن شاء الله تعالى أردي والبا أما سدح داس أردي مت كم إذا حد يأن وعنا والد كيس وعن كعد سنة إن شاء الله تعالى حاضر تا إن شاء الله تعالى إذا مكورجين دونا إن شاء الله تعالى أبو فضوى كل دتك كلا أو ما مين كلوب دون سلا أسوا حاضران إن شاء الله والله ذا ندو عنك عزنا إن شاء الله تعالى أخيار علماء الدينك ضمان كل إن شاء الله تعالى إنه يحسو حاضرين أدو إلى إدمه ما دام شهادتي أدو حسين جزاكم الله خير وقتك أدو نوصه هرتين أردين وكو قرع سيهين وكو فرح سيهين بارك الله فيكم قمشة قمشة حاس إن شاء الله تعالى هدي أنت كل اللي كنت هاي ما أنت ذيك بيرتنا بدا ما أنت ذيك ذيك رسنتك aniki oo daasan hado iska bix doona aniki kalena geeda hoos miisita yaalo kuraasa taalo leertaasa cabaysa meeshaas dulaad ma duhur ab soo dhaw misaayda ku yaalo wa tani shay ardayda waxa yiraadeen macallinkeena maamula mal dhoya macallinki waxna soo bare wa sheega maxaa shaa hadiisina dhahan marka waxaan rabnaa insha Allah taala ani hore u qaatay
مركب معلن حسن أرديدي وحوسو تلقشي أسود وادان هكينان وحي يوت الجلين لول يدهب وحي يرى المشيكر لا كرتة وحباب وضدوما سود وادا أرديدا هل سود ويو معلن كودا إكرامين آية أو وت الجلين هدية سيان لك حفل الناجحين لك حفل الناجحين مليون مبارك ربنا زده وبارك كل شكر في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين
waxaa aydaha quraanka noogu soo xiri doona macallin cali insha allahu tacaala macallin mufadal لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiintii marti sharaftii noo huray waqtigoodii in ay maanta ay hawshooda ka soo tagaan oo ay ugu soo tagaan ardaydan dartooda nabadoonadii ilaahay waxa idinkaga baryaynaa subxaana wa tacaala saanta aad soo qaadeen saan khayr qabta allah ka dhigo sidaa halkan ugu kulanayna jannatul firdowsa ilaahay ha noogu kulmiyo maca zumrati nabiyiina wasidiiqiin waashuhadaa'i waasaalixiin waxasna ulaa'ika rafiiqaa jazaakum allahu khayr wax kaloo idin dhahayna ma lahan qofka haddii loo duceynaayo jazaakum allahu khayra wax walba koobta khayr oo dhan adduunya aakhir ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyo waa maasantihiin waalidiinta iyo marti sharafta waad fasaxantihiin subxaanaka allaahuma wabixamdig nashhadu an laa ilaaha ilaa ant astakfiruka waatuubu ilayk لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا ابتلوا فكل من سار بذكر وصلاة انظروا لنهلة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنهلة كيف سقتنا